سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. صلوا على النبي وسلموا تسليما. وفي ليلة الدخول المدرسي حندير معكم حلوة يحبوها بزاف ولادنا، وتانيك الأمهات، حتى الأمهات يعني يتعبوا يقراوا مع ولادهم. الله بالتوفيق لكل التلاميذ في كل الأطوال، الابتدائي والمتوسط والثانوي، وإن شاء الله فرحة كبيرة في نهاية العام على بركة الله. حندير معكم حلوة سنيكرز، حلوة سنيكرز بزاف بنينة بطريقتي. نبداو البنات في العجينة. العجينة واش نسحقوا البنات في ريسيبيون، عندي 250 غرام مارغرين حسب درجة المطبخ، عندي بيضتان زائد صفار بيضة، عندي زوج مغارف فلون دوق الشوكولا، عندي زوج مغارف بيان بومبي مسحوق الخروب، مسحوق الخروب بديل الكاكاو، بزاف بنين البنات. عندي 120 غرام سكر المائدة، وعندي 65 غرام نيشا، وواحد لالوفور ما يعادل 10 غرامات، وعندي باتاغون تاع البراليني او ديلو تاع سنيكرز بيان سور الفارينة. نبداو على بركة الله. كمرحلة اولى درت المارغرين في الغيسيبيون، نضيف السكر، فوالا، ندير بيضتان، ندير صفار بيضة، كنز ولا البراليني واش عندكم البنات، فوالا، ندير كلش مع بعض، نخلط البنات حتى نتحصل على قوام كريمي. فوالا البنات بالباكرة نضرب كهربائي، نضرب مليح البنات، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. هنا نحبس الباتر، ندير هنا البنات النشا، نفرغ النشا، نزيد زوج مغارف فلان ذوق الشوكولا. فوالا البنات الملعقة الأولى والملعقة الثانية فلان شوكولا، يعطي لها ذوق ولا أروع. البنات زوج ملاعق مسحوق الخروب بديل الكاكاو، فوالا شوفوا اللون تاعو، فوالا نزيد نضرب مرة تانية بالباتور. فوالا البنات هنا نتخلص من الباتور. الفرينة تدريجية، الفرينة ما نقدرش نقولكم البنات ديما نقولكم حسب حجم البيض، فوالا خاصة في الحلويات. حندير كيس خميرة كيميائية ما يعادل 10 غرامات. فوالا نبدا نلم البنات حتى نتحصل على عجينة متماسكة، أني نقول متماسكة ماشي ناشفة بزاف، تبعوا معايا دوك تفهموا البنات. فوالا نبدا نضيف بشوية، ماشي ناشفة بزاف. عندي هاد مول السيليكون، شوفوا البنات عندكم مول سيليكون كيما أنا، أخدموا اللهم بارك، ما عندكمش مول سيليكون حلوا العجينة هكذا في السنيوة ومن بعد قطعوا كيما تحبوا الشكل، ولا أي مول سيليكون. يعني سنيكرز معروف بهاد الفورما تاع هاد المول السيليكون. حندير كمية البنات، فوالا شغل حربوش، هاد ما تجيش شغل صابلي البنات. العجينه تجي كيما هذاك الشوكولا البيلا، ولا تعرفوها البنات غاليه الثمن، تتباع عند لي سوبيرات ولي بيرو طابا. فوالا ما نعمرش البنات باسكو فيها خميره كيميائيه والبيض شغل تنفخ لي. هكذا نعمر لي مول سيليكون بطريقه جد سهله، شوفوا ما طلعتهاش للفوق، تجي يعني الشكل تاعها شغل كانها جينواز. فوالا فوالا نكمل نعمر لي مول تاعي السيليكون ونولي ليكم. اي فوالا البنات اني عمرت المول السيليكون، الكوش راهي تاعي تسخن، نديرها نار متوسطة كي يطيب من تحت ونشعلو من الفوق. نكمل انا الوغ البنات اي طابلي البسكوي تاعي، شوفوا كيفاش طابلي، بسم الله ما شاء الله. نتوما خلوه هكذايا، هنا حنخدمو السنيكرز. فوالا عندي كمية من الكاوتو البنات، الفول السوداني خيرت الحبه شغل شوفوا كبيره ماشي داك الصغير، حمصته نوعا ما، ضروري يكون محمص.
عندي طوفيا كراميل بنات، طوفيا كراميل المنزلية كالسكر. نديرو يتكرمل، كي يتكرمل يدوب كامل نار قليلة، نديرو جوج مغارف مارغرين تاع قهوة صغيرين ونحرك مليح ونقص الفرن. ومن بعد كي تهدى الرغوة هذه، نزيد نصف كأس كريمة سائلة، نخلط واحد دقيقتين أو ثلاثة ونطفي عليه ولا ونخليها تبرد، نحصل على طوفيا كامل. اللي درتها في لابوش بالكوبات البنات، نحبط كامل لتحت. واش نبدا ندير؟ نرفد الحبة البنات، نقرب باش تشوفوا. شوفوا كاش ندير هكذا ونطلع، هكذا ونطلع، فوالا شوفوا هكذا باش تجينا هذيك هذاك شغل زيكزاك. شوفوا طوفيا كراميل كاش شاده روحها، فوالا هكذا شغل نوسي ديكوراسيون بكريمة الشانتي بنفس الطريقة. شوفوا نطلع ونحبط، نطلع ونحبط بزوج جوايه حتى البنات باش تجينا ولا اروع، والشكل ياخذ هذيك شوفوا هذاك التدريج. شوفوا هكذا البنات طوفيا كراميل بسم الله ما شاء الله. ديجا خدمتها معكم في عدة وصفات، نكمل الحبات ونولي لكم. ولا البنات انا وسيت طوفيا كراميل، دوكا واش نوسي نقرب لكم، نحكم الفول السوداني الكاوكاو وندير هكذا البنات. شوفوا علاش قلت لكم نخيروا الحبه الكبيره، ديروا شكل عشوائي لكم الاختيار، تقدروا توسو الجوز كذلك، مي هكذا وتجي بنينه. شوفوا طوفيا كراميل كشاده روحها من ألد الحلويات تاع سنيكرز. بنفس الطريقة نكمل البنات الحبات كامل هكذا، فوالا. ولا لاحظتوا اني نوسي نصاص تاع نصاف تاع عفوا تاع الكاوكاو، مانيش ندير حبة كومبلي، فوالا. شوفوا البنات نكملهم كامل ونولي. هلا البنات هكذا البنات، تاني درنا طوفيا كراميل منزليه ودرنا المكسرات هكذا مباشره الى المجمد. ضروري قبل ما نغلاسي الحبات تاعي نديرهم في المجمد باش ما تفسدناش الخدمه وتخرج شابه. هلا الكراميل راهي تجمد البنات، تاني جبت الشوكولاتية نشعلها البنات. شوفوا واش عندي، عندي شوكولا جو سنيكرز بزاف بنينه البنات وليس اشهار، حبيت نوريها لكم. فوالا ديجا حليت وحده البنات، شوفوا قلت انا حبيتو ديروا شوكولا دادا ولا طبيعيه نوبا. شوفوا سنيكرز فيها كذلك المكسرات، حنا نجيب سكين نقسمها البنات. شوفوا فيها مكسرات الجبل، شوفوا بطارية ثانية، نزيد نقسمها البنات باش تسهل لي يتسهل لي الدوران، نحطها في شوكولاتية. فوالا اني زدت كسرت علبة ثانية باش نربحنو الوقت، راح ندير في لي دو كوتي تاع الشوكولاتية. الوغ البنات الشوكولا تاعي راهي ذابت في الشوكولاتيير، شوفوا البنات فوالا تساعدني بزاف الشوكولاتيير، راهي تقيلة الشوكولا. شوفوا المكسرات اللي فيها ذوق السنيكرز وبنينة بزاف، جربوها ولا أروع، دائما نقول وليس إشهار، يعني حاجة اللي نجربها وتخرج لي شابة أكيد نوريها لكم. حندير كمية من الزيت، فوالا دائما نعطيكم هاد الطريقة تاع الزيت، بينكم بلي الزيت ما يفسدش الشوكولا يخففها دائما. فوالا شوفوا البنات، شوفوا راهي تخفاف. فوالا دائما نقول لكم ضربوها كي البيض، شوفوا هكذايا فوالا. شوفوا الشوكولا ما فسدت ما والو، نزيد نروح للجهه الاخرى بنفس الطريقه، ندخل الزيت
فوالا بعد الشوكولاتة راهي دابت لي خففتها بالزيت الطوفيه كامل راهي جنبي. نحكم الكرياج حتى البنات نحطوه في اناسيت فوالا. نحكم فرشات حتى البنات ونجلسي. تحبوا البنات ديروا فوق الكرياج مباشره، تحبوا توسو هكذا كيما راني ندير. شوفوا الشوكولا سنيكرز كذلك فيها المكسرات، نغلفها كامل هكذا ونحطها تقطر. فوالا انا حطيتها تقطر بسباتول، شوفوا تجبد من تحتها هكذا ونرفدها ونحطها البنات تقطر فوق الكرياج هكذا. والشوكولا البنات لي لتحتها نعاودو نريكوبيريوها بنفس الطريقه. اكدوا لي على السباتول تاعي شحال صغيره فوالا. نسي معكم حبه ومن طون الشوكولاتيه تاعي راهي شعله في رقم واحد. فوالا البنات نقلاصي جهه بجهه بيسك الحبه كبيره باش ما نوسخوش الحاله. فوالا البنات نحطها تقطر هكذا مليح، نجبد بسباتول من تحتها نحي الزوائد كامل. شوفوا كاش جات الحلوه تاع السنيكرز، قلت لكم من ألد الحلويات. نحطها مع اختها ونكمل بنفس الطريقه نقلاصيهم كامل ونولي لكم. فوالا البنات مازلني مستمره في الكلاصاج، مازال ما كملتش الحبات. شوفوا في الكرياج البنات كي قطرتهم ما حبتليش بزاف الشوكولا. فوالا اللي تنشف لي البنات، شوفوا بسم الله ما شاء الله اللي تنشف لي. نحب نحيها باش نشد البلاصه ومن بعد نقيوهم. فوالا حبيت نوري لكم كيفاش هكذايا. شوفوا سنيكرز كيفاش جات. أما نشفوا لي سنيكرز، حلوة سنيكرز نقيتهم لحتى أني نديرهم في لادونتيل ولي كيسات هكذا نتلاقاو في طبق التخدين. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع حلوة سنيكرز من الألف إلى الياء، بزاف بنينة ودرتها لكم بعجينة ولا أروع. دوك تشوفوا طوفية كراميل منزلية بكلاصاج الشوكولا دوق السنيكرز. فوالا هذه هي، تقدروا ديروها في بونبونيير. فوالا البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناة وبكم استمر. جربوها البنات فرحوا وليداتكم، طريقة سهلة. وشوفوا 250 غرام مارغرين قطعة تنة 25 حبة. شوفوا سنيكرز الله يبارك بسم الله ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعها بنا ولا أروع. نحل معكم الحبة باش تشوفوا القوام بسم الله. شوفوا ديجا راهي تفتتت. إيفا البنات هذه هي سنيكرز، شوفوا هالبنات معمرة بطوفية كراميل بزاف بنينة. شوفوا البسكوي تاعها ولا أروع. فوالا جربوها البنات فرحوا وليداتكم، يحبوا المكسرات ويحبوا الشوكولا. هذه هي سنيكرز بطريقه جد وسهله والبنه يعني تنافس المحلات. دمتم في رعايه الله وحفظه. تقدروا كذلك البنات نديروها في المناسبات السعيده كذلك. سلام.